أهلا بكم متابعي قناتنا الأكارم في هذا الفيديو الجديد الذي سنذكر فيه تردد قناة أيضا ظهرت جديدة اليوم فقط على النايلسات، وهي قناة لقمة هنية. يبدو من اسمها أنها قناة طبخ أو قناة نسوية وغيرها. قبل أن أعطيكم التردد أدعوكم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لتصلكم الترددات الجديدة باستمرار. نلتقي بعد هذا الفاصل القصير مع تردد القناة. إذن تردد قناة لقمة هنية الجديدة على النايلسات هو وفق المعطيات الآتية. التردد كما تلاحظون 11.096، الاستقطاب H أفقي، والترميز 27500. شكرا لكم على حسن المتابعة. إن كان لديكم أي سؤال حول تردد أي قناة فأضعوا تعليق أسفل هذا الفيديو وسأجيبكم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.